بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نواصل في كورس النيماتود، والليلة إن شاء الله حنتكلم عن types of وصوفيكاس. طيب أشرنا لها المرة الفاتت، قلنا عندنا المين هم 5 types، في types زيادة هم تقريبا 6، لكن بهمون إحنا هنا 5 types للنيماتودز اللي حندرسها أو هتلاقينا في الكورس هي. عندنا الفيلاري فورم اوسوفيكاس، الرابديتي فورم اوسوفيكاس، البلبيد اوسوفيكاس، والترايكويد اوسوفيكاس، والمسكولر جلانديولر اوسوفيكاس. بعد ذاك تفاصيل كل واحد شنو. الفيلاري فورم اوسوفيكاس عبارة عن لونج ثين تيوب ويز سمول بلب، عندها بلب في النهاية حقتها. دي بلقاها دائما في L3 and الادلت اوف هوكويم اللي هو في الانكلوستوما ديودينيليز والنيكاتورس امريكانس. بقى عندها الادلت حقتها بكون عندها دائما الفيلاري فورم اوسوفيكاس بالاضافه ل L3، و L3 دي هي لارفا 3، ودي دائما عباره عن انفكتيف ستيج في كل النيماتودز. طيب النوع الثاني اللي هو الراب دي تي فورم اوسوفيكاس، وده عباره عن لونج with long tube with constriction، هو دي tubes وفيها مضيق في شنو، في الوسط في الميديالز. دي دائما بلقاها في لارفا 1 ولارفا 2. عندنا 3 types of larva، L1 L2 L3. L3 دي هي عبارة عن الانفكتيف ستيج، ودي قلنا بنلقى فيها دائما في لاري فورم اوسوفيكاس. L1 و L2 الاثنين بلقى فيهم الرابديتي فورم اوسوفيكاس بالإضافة للأضل of استرونجلويدز استرونجلويدز استيركوراليس، دي بلقى فيها برضو الرابديتي فورم اوسوفيكاس. طيب النوع الثالث اللي هو البلبيد اوسوفيكاس، وده هو قريب من الفيلاري فورم اوسوفيكاس، او بيعتبر هو ماجنيفيكيشن اوف فيلاري فورم اوسوفيكاس، لانه هو عباره عن تكبير فقط للفيلاري فورم اوسوفيكاس. عباره عن لارج ثيك تيوب ويز لارج بلب، زي ذاك كان ثين تيوب ويز بلب في النهايه. ده هنا بس التيوب كبيره لارج، وفي نفس الوقت البلب ذاته حيكون بالتالي عريض، وده ما بلقاه في اللارفا وانما بلقاه دائما في الادلت اوف سكارس لامباركويدس بالاضافه للادلت اوف انتروبيوس فيرنيكولاريس. دول الاثنين عندهم. طيب النوع الرابع اللي هو الترايكورويد اوسوفيكاس، وده عباره عن رو اور سيت اوف سيلز، هم عباره عن سلسله من الخلايا مع بعض ملصوقه، والسلسله دي بتكون دائما موجوده في التراكيوريس تراكيورا والتراكينلا سبايراليس، بلقى فيها النوع الاخير بالنسبه لنا اللي هو المسكولر جلانديولر اوسوفيكاس، اللي هو عباره عن مجموعه من الجلانديولر سيل، وعباره عن المسلز هم كلهم موجودين مع بعض. عنده تو فيها مسلز وفيها جلانديولر او مسكولر وجلانديولر، وديل بلقاهم في الفيلاري الويرم، كل الفيلاري الويرم زي الوشريريا بانكروفتي والفوكريريا بانكروفتي بالاضافه للبروجيا ملاي. طيب ديل هم تقريبا الفايف تايبس اللي هم بنلقاهم في اوسوفيكاس بالنسبه للنيماتودز. شكرا جزيلا، وان شاء الله دي تكون محاضره خفيفه ومقدمه ل